مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. واجه أحمد أبو الرب مجموعة من الانتقادات والهجوم من طرف متابعين فرقة الكي بوب بي تي اس بسبب انتقاده بشكل كوميدي لإلهم، حيث واجه مثل هذا الهجوم في فيديوهات سابقة لإلو على يوتيوب واللي جاب فيها سيرة الفرقة، فهالمرة رد بهذا الستوري على انستغرام. بارح تقريبا كل حدا بتابع الكي بوب في العالم أجا وسب علي كثير كثير ضايقوا لانه انا اجتني هودي بي تي اس وانا مش عاجبتني. انه كيف هودي بي تي اس. اما اصالة فغنت جزء من اغنيتها الجديدة اللي راح تصدرها قريبا بفيديو على يوتيوب واللي نالت اعجاب الجمهور بشكل كتير كبير. ما رأيكم انتم بكلمات الاغنية واللحن؟ الله. اوكي، جرحوني وعلموني الدمع خبيها بعيوني، الحب والقدر عذبوني. الله. بعد انتشار هاي الصورة لسيدرا بعد عملية التجميل لأنفها، كان أول ظهور لسيدرا على يوتيوب بهذا الفيديو على قناة شيرين، وأجمع عدد كبير من الناس أنها تغيرت وبين عليها التغيير، ولاحظ الجمهور أن نفسيتها أيضا تغيرت للأفضل وزادت نسبة ثقتها بحالها وصدمت المتابعين. أما نور ستارز فغابت عن السوشيال ميديا لمدة أسبوع كامل من بعد عودتها لدبي، فما كانت عم تتفاعل بشكل كتير كبير مع المتابعين، فرجعت هالمرة بستوري على انستغرام وكشفت انها عم تعمل على مفاجأة كتير ضخمة، وهذا كان سبب غيابها لهالفترة. بعرف مختفي عنكم الاسبوع الماضي كله لانه عم صور لكم مفاجأة كبيرة وضخمة ورائعة، بس اليوم بعد التصوير والمكياج وكل شيء، اول خطوة انا بعملها انه اجي نظف بشرتي، اهتم بحالي، فاول خطوة اليوم عملتها هي تنظيف البشرة. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.